بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نهنئ فريق الاهلي على التاهل بكل استحقاق. فيما يخص المباراه اليوم شفت المباراه بالمستوى العالي، فريق تاعنا دار مباراه لا باس بها، ولكن غلطات دفاعيه في هذا المستوى لن تغفر، اكتسبها الفريق الاهلي خاصه في الرواق الايسر والرواق الايمن، اكتسب فرصتين غلطتين من الدفاع، سجل علينا هدفين. هذا الشيء خلانا شويه المستوى النفسي نهار، اللاعبين نهار شويه، ولكن في الشوط الثاني درنا مباراه في المستوى وحطينا كره، لعبنا كره جيده وكنا قادرين نسجلوا هدف او هدفين. ما سجلناش، هذا شيء طبيعي لاننا كنا نلعب في عائق الملعب العشب الطبيعي، ما كانش في المستوى اللي خلانا ما نلعبوش على مستوانا الحقيقي. ولكن النقطه السوداء هي المساعدين تاع الحكم اللي كانوا اداروا المباراه باحتياز، نقول باللي ما كانش عندهم حق باش يحكموا علينا بهذه الطريقه هذه، اللي خلانا شويه كانوا ينقصوا من هجمات الفريق تاعنا وكان يساعدوا شويه الفريق الخصم. ولكن في العموم نقول باللي ان في النهايه اللاعبين مشكورين على الاداء والمشكورين على المسيره اللي عملوها. كنا قادرين، كانت نسبة مئوية كبيرة باش نتأهلوا، والحد ما حالفناش. ومبروك على الأهلي. Bueno, agradezco las palabras del colega. هو بيشكر كلمات المدرب الزميل. Ahora es fácil hablar, pero realmente nosotros antes del partido tuvimos y tenemos mucho respeto por Saura. Nos pareció siempre un equipo difícil, un equipo duro, con una mentalidad alta. Quizás es cierto lo que dice, aprovechamos algún error. في الحقيقة ممكن يكون معاه حق في ان احنا استفدنا من بعض الاخطاء بتاع المنافس. Y eso quizás nos dio también bueno, mayores posibilidades para encontrar alguna otra situación después. وده ساعدنا ان احنا نوجد فرص تانية متتالية. Creo que el resultado, el triunfo más que nada fue justo. هو بيعتقد ان فوزنا ده مستحق. Y bueno, y ahora nos vamos a descansar un par de días y prepararnos para lo que viene. ودلوقتي هناخد اجازه وراحه يومين او ثلاثه ونستمر في المسيره بتاعتنا. هنبدا توجيه الاسئله للسيد المدير الفني فريق شبيبه الثوره في الفتح. اتفضل. Y todo el mundo sabe que el equipo de Saura lleva solamente 10 años, pero lleva un nivel muy alto. Bueno, estabais casi seguros de tener un resultado positivo aquí, pero ahora ha cambiado totalmente el cuento, que el equipo no estaba estable desde los primeros 10 minutos. Él dijo que el árbitro no ha sido justo, que el suelo del campo ha sido mal. Ahora todo lo que has dicho antes del partido dijiste algo y ahora estás diciendo eso, esas excusas. Estás criticando un poco lo que dijo antes y lo que dijo antes. ¿Cuáles son las situaciones exactas de que el apito no ha sido justo contigo? صحيح، احنا كنا عارفين بالمباراه تكون صعبه وعارفين بالفريق الاهلي راح يمشي من بدايه المباراه
يبادر بالهجومات. كنا تكلمنا مع اللاعبين كنا قلنا باش نمتصوا الحراره تاع الفريق الاهلي، شدينا كنا 35 دقيقه حتى قريب 35 دقيقه ونسجل الهدف بعد الغلطه الدفاعيه خاصه في الجهه اليمنى من الدفاع تاعنا، خلانا نتلقاو هدف ما كناش ننتظروا فيه، خاطرش كنا احنا نحن نبادر وكنا الموقع تاعنا التكتيكي كان احسن. ومن حقي باش نتكلم على حكمين، حكم اليمين وحكم اليسار، لانهم خاصة في الشوط الأول كان الحكم كان يخلي المسار للفريق لهجمات الفريق الأهلي، وإحنا من الجهة الأخرى كان ينقص من كان يخلي الفريق المهاجمين الأهلي يخليهم يمشيوا ويبادروا في الهجومات، إذا كان تناقض بين الحكمين، حتى ولو الحكم الرئيسي كان في المستوى ولكن المساعدين من حقي باش نقول اللي ما كانوش في المستوى. طبعا 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 طبعا